وراك وراك ضيفة حلقة الأربعة غلوريا بشارة من مزرعة يشوع لبنان. غلوريا، شو شعارك بالحياة؟ ليك صراحة حلم كل إنسان مش عطول بيتحقق للأسف. عم تتخانقوا كتير أنت وزوجك، يعني المشكل أدي بضاين كل يوم 8 ساعات. شو أحلى شيء بلبنان؟ ما بتعرفي أمتى بتولع، أمتى بتروق، أمتى. قالنا كتير بتحكي عربي وبتفضلي تحكي بالإنجليش، مظبوط؟ lovely, moon, friendly. وراك وراك من التنين للجمعة 9 المساء حصرياً على الاف ام تي في وراديو سترايك. وراك وراك.